وهكذا يبدو على المدى الطويل وكأنه لم تتم طباعة أي أموال فائضة. وللمزيد ينضم إلي هنا في الاستوديو نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في أمانة كابيتال. نور، أهلا وسهلا بك. الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات تتبع سياسة التيسير الكمي، واليوم اليابانيين يحذون حذوهم فتقوم الدنيا ولا تقعد، لماذا؟ اولا لانه تضعيف الين، يعني خلال الفتره الماضيه شهدنا قوه في الين، كانت الولايات المتحده الامريكيه اكبر يعني الرابحين من قوه الين، لانه عندنا ضعف كان في الدولار بشكل واضح مع سياسات التيسير الكمي. كانت الصادرات عندنا بشكل يعني ارتفاعاتها بشكل واضح، كان في عندنا انخفاض نوعا ما بالتريد بالانس الديفيسيت او اللي هو العجز في الميزان التجاري الامريكي. لكن الان ومع عوده التيسير الكمي غير المحدود اللي هو من المتوقع ان يكون في بدايه 2014، بالرغم من انه الان الحديث فقط عن انه في حال وصل الدولار مقابل الين الى 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 100 الى مستويات ال100 او 200 ين لن يشكل مشكله، فالاسواق تسعر اولا ال100 ين، ثانيا اكبر الرابحين خلال على الاقل الثلاث اسابيع الماضيه هم المصدرين. فعن التكدس اللي حصل خلال السنوات الماضيه في اليابان بدا الان بالتعافي نوعا ما، او تكديس البضائع بدا بالذهاب. الشيء الاخر يعني حتى مع سياسات التيسير الكمي سواء من اليابان او غيرها او على الاقل الولايات المتحده الامريكيه لم تقدم للاقتصاد العالمي او حتى للاقتصادات او النمو الاقتصادي كما قدمت للاسواق الماليه العالميه. فتكمن هنا انه لازالت سياسات التيسير الكميه غير مجديه بشكل كامل، انما هي تحاول قدر الإمكان المحافظة على مكاسب الأسواق وليس على استقرار نمو الاقتصادات. تتوقع استمرار تراجع الين مقابل الدولار؟ أي مستويات نتحدث عنها؟ نعم، يعني مستويات على الأقل عندنا 95 ممكن الوصول إليها، وحتى مستويات 100 ليست بعيدة، خصوصا أنه الحديث فقط عن استمرار الحديث من قبل الساسة اليابانيين عن مستويات 100 لن يشكل مشكلة. الأسواق أصلا أوردي بلشت يعني تسعر حتى تسعير التيسير الكمي اللي هو سيبدأ، أو يعني التيسير الكمي غير المحدود سيبدأ في نهاية العام. لكن أيضا لا ننسى أنه البالانس شيت أو اللي هي ميزانية البنك المركزي الياباني لا زالت تتوسع شهر بعد شهر، فاستمرار التوسع بهذا الشكل الكبير وعلى عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية هو ما سيدفع فعليا بالين إلى مستويات 100. نور، تبدو أوروبا الخاسر الأكبر من تراجع الين، ما هي الخيارات المتاحة أمام الساسة هناك؟ الآن خلال الفترة الحالية في عندنا اللي هو ما نسميه إعادة الريبيمنتس أو اللي هي إعادة الـ LTRO أو القروض اللي تم إقراضها البنوك الأوروبية. الآن نشهد حركة من التضييق من قبل البنك المركزي الأوروبي بس لكن بشكل غير مباشر عن طريق البنوك المركزية، وهذا السبب شهدنا ارتفاع اليورو مقابل كل العملات العالمية ليست فقط أمام الدولار وحتى أمام الين. فخلال الفترة المقبلة فعليا ما يمكن أن يتم فعله هو الاستفادة فقط من حديث رئيس البنك المركزي، لأنه سيعلق يعني بشتى من الطرق، سيحاول التعليق على قوة الين وأيضا على ضعف على قوة اليورو وضعف الين. لكن أي تحركات جديدة فعليا من قبل اليورو أو منطقة اليورو لا نعتقد أنها يعني ستعطي هذا الشيء الكبير للاقتصادات. لكن الأزمات المتتالية للأسف أنه من الممكن أن نشهد خلال عام 2013 مع عدم وجود أي حلول جذرية حتى مع الحديث عن مشكلة اليونان أو حل مشكلة اليونان، لدينا أمامنا لسه إيطاليا وإسبانيا على الأقل هي التي ستؤثر. تستبعد اندلاع حرب عملات جديدة؟ فعليا لا أستبعد، فعليا لا أستبعد، لأنه استمرار سياسات التيسير الكمي بشكل واضح من كل دول العالم، بالإضافة إلى أنه لا ننسى أنه الصين تقوم بشراء الذهب بشكل غير مباشر عن طريق الهند أو شراء الجولد مايننج أو اللي هو مناجم الذهب. في حال ارتفع عندنا يعني مخزون الذهب لدى الصين بشكل يعني تصل إلى قرب الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يحصل الآن، هنا ما يمكن أن يندلع فعليا حرب العملات. لا ننسى أنه ميرفين كينغ أيضا رئيس البنك المركزي البريطاني حذر من أنه سيقوم بعملية الريبالانسينج بالنسبة للجنيه الاسترليني لكي يتجنب حرب العملات، وهذا ما نشهده فعليا من الجنيه الاسترليني. يعني في ثلاثينيات من القرن الماضي دفعت التجارة العالمية الثمن الأكبر لحرب العملات، آنذاك من يدفع الثمن الأكبر لحرب عملات اليوم؟ السيناريو يعيد نفسه مرة أخرى، يعني دائما نقول بالأسواق أنه التاريخ يعيد نفسه وهو ما يعني في الغالب ما سيحصل، وستكون يعني التجارة العالمية خصوصا ايضا يعني التجاره اللي هي بعقود الاجله وحتى بعقود الفورورد ريتس، بالرغم من انه يعني الخاسر الاكبر سيكون البنوك اكثر من خلال الفورورد ريتس، لانه التجار بالنهايه يمكن ان يقوم بحجز مبلغ معين عند سعر معين، لكن البنك سيضطر لانه بالنهايه يعني مضطر الى انه يقوم بتنفيذ هذا العقد وهو اوبليجيشن يعني التزام على البنك. فمن الممكن من التغير الكبير في الاكستشينج ريت او
اللي هي اسعار الصرف ستكون خساره للبنوك اكثر ما هي خساره للتجار، بالعكس التجار ممكن ان يربحوا اكثر من البنوك بهذه اللحظه. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق في امانه كابيتال، شكرا جزيلا لحضورك معي. اهلا وسهلا.